طلع شو الاوبجكتيف فانكشنز اللي ممكنه. هلا هون النقطة المهمة، ممكن استعمل واحدة من هدول كأوبجكتيف فانكشنز، وممكن استعمل اور اي. ايش الويتد؟ ويتد هون مش انتظار، ويت معناها وزن، وكأني بقول ممكن استعمل أي واحدة من هدول الويتد الأوبجكتيف فانكشنز، أعتبرها أوبجكتيف فانكشن أعمل عليها أوبتمايزيشن، وممكن آخذ اور ويتد سم منهم. يعني ممكن اخذ ويتد سم من هدول الاوبجكتيف فانكشنز. ابسط وحده هي السيستم. ايش السيستم ريسبونس تايم؟ هلا على فكره مش الافرج ويتنج تايم، الافرج ويتنج تايم بحكي عن باسنجر، بس السيستم ريسبونس تايم ايش تتوقعوا؟ هو الزمن من اللحظه اللي انكبست فيها الكبسه لحد ما مثلا المصعد اجى وبدوا بابه يفتحوا. The system response time SRT is خلينا نقول مثلا لحد النقطة اللي بده البواب يفتحوا فيها. هذا تعريف. فصار عندي من اللحظة اللي كبست فيها الكبسة، وهي سهل قياسها. لاني بقدر اقيسها، بقدر اطلع اللي عم بيعملوا سيرفيس، مين اللي بيعملوا سيرفيس مثلا؟ وسالتوني ايش في اشياء اضافيه ممكن تعملوها مثلا؟ ممكن تقيس السيستم ريسبونس تايم. شوف من اللحظه اللي انكبس فيها الكبسه لحد ما بدا الباب يفتح، قد ايش هذا الزمن؟ هذا بيعبر عن الكواليتي، بس هو مش المجر الوحيد للكواليتي. لانه ممكن عماله بيجي المصعد وبيفتح باب بس الناس ما عم بيطلعوا، ما بيقدروا يطلعوا لانه مضغوط جدا السيستم او في عليه ضغط. بس هاي احد الاشياء اللي ممكن اعملها سيستم ريسبونس تايم. سيستم ريسبونس تايم عادة حتى اعمل له مينيمايزيشن باخذ ذا نيرست اليفيتر، اقرب واحد. طبعا اقرب واحد بناخذ بعين الاعتبار الاتجاه. فلو عندي مثلا عندي انا طلب هون، حطيت طلب بهذا الشكل، وفي عندي مصعد هون مثلا طالع، مصعد هون نازل، ومصعد هون نازل مثلا، وفي مصعد هون طالع فرضا، ومصعد هون طالع. ممكن هذا بيبين انه قريب، فيزيكلي قريب، بس هو بعيد جدا مش هيك؟ ابعد ما يمكن. ليش؟ لانه هذا ماخذ الاتجاه. هون بصير في عندي زي تيب او عندي لوب، وهي دايركشنال لوب. فالمصاعد اللي طالعه كاني انا فيزيكلي بحطها فيرتشولي، بحطها هون وهدول بحطهم هون. مين اقرب واحد؟ فهذا راح يعطيني المينيمم سيستم ريسبونس تايم. احتمال كبير توقع انه هذا يوصل الطلب قبل ما يوصل اي واحد من المصاعد الثانيه. دكتور؟ نعم. بس ممكن هذا القريب يكون مثلا سرعته غير كافيه انه يوصل. بالضبط، تمام. هلا ممكن هذا القريب ماكل هواء لانه في عدد ناس هائل جدا من الناس، ولسه عمالهم بيدخلوا وبيطلعوا وبيدخلوا وبيطلعوا، والاقي انه هذا فاضي موجود. او مثلا خذ مثال ابسط بكثير من هيك، ممكن في وراه واحد فاضي. طبعا وراه هو ما راح يضرب فيه لانه في له المسار تبعه بيقدر يجي. فممكن كان انا من حساب، هلا هون بيجي على حساباتك، اذا بدك تعمل مينيمايزيشن للسيستم ريسبونس تايم، وقت بتعمل حسابات قديش هذا بده حتى يوصل، وقديش هذا بده حتى يوصل، بناء على عدد الناس اللي موجودين. او ممكن ما فيش في ناس بس صار في مشكله. فتح بابه وضل فاتح، ضل يتحدث واحد يتحدث. مش حيقدر مثلا، هو مثلا ماشي على ريتد سبيد، مش حيقدر يوقف. يعني لا هلا بعتبره انه صار زي هذا الان. مظبوط كلامك، ممتاز. انت بتقول انه هذا ماشي على سرعه، هي نفترض سرعة هذا المصعد، بهذيك اللحظة ماشي على هاي السرعة، رغم انه هو قبل الطلب من هون، بس لو بدا يوقف من هون راح يوقف بعد الطلب، فأنا بعتبره أصلاً أنا ما بصير أعتبره إنه مكانه وين،
ما اعتبر مكانه وين هو مش وين هو موجود، وين بيقدر يوقف، وين المكان اللي بيقدر يوقف فيه. لانه هو لو بدا يتباطأ مش راح يقدر يوقف على هذا الطابق، مش هيك؟ بعتبره بطل. بس بشكل عام صار عندي هون سيستم ريسبونس تايم، كاني عمالي بقول ذا نيرست، كاني بقول ذا نيرست. ايش في كمان اشياء ممكن نعملها مينيمايزيشن منطقيه اكثر من سيستم ريسبونس تايم؟ باسنجر افريج ويتنج تايم. باسنجر افريج ويتنج تايم حطينا احنا او حكينا عنه. هلا ممكن اخذ الافريج في حالات معينه، ما باخذ بس الافريج، باخذ بعين الاعتبار ذا لونجست، يعني لونجست ويتنج تايم. ففي حالات معينه بقول ما بينفع الافريج يكون قليل، وفي ناس عمالهم بيستنوا فتره طويله جدا. زي ما اجي على بوبيليشن، مجموعه ناس ساكنين في بلد فيهم مجموعه مليونيريه، 5% منهم مليونيريه والبقيه بخط الفقر، لو اخذت الافريج شو ببين معي؟ ببين انه مقبول الدخل، مش هيك، للفرد. لكن الحقيقه الواقع انه في ناس كثير، في فيرينس كثير. طبعا بهاي يا بستعمل الفيرينس، يا بستعمل ستاندرد ديفيشن، يا بستعمل الميديان. الميديان اصح. الكل عارف شو الميديان؟ هي القراءه اللي فوقها عدد الناس، فوق هاي القراءه بساوي القراءه اللي تحت عدد الناس. هاي بتعطيني انديكيشن احسن بكثير عن وضعي الناس. وال يعني باجي باخذ 50% من البوبيليشن، بصفتهم برتبهم، باخذ 50% اللي فوق، 50% تحت، والشخص اللي بالنص باخذ دخله. هون ببين بشكل اوضح انه الدخل منخفض من اني اخذ الافرج، لانه الافرج مشكلته عدد قليل من الناس دخلهم عالي جدا، بغطوا على الافرج وبيرفعوا الافرج بشكل غير صحيح. فاذا هون احيانا لازم اطلع مش بس على الافرج، ممكن اطلع على اللونجست، ممكن اطلع على الفيرينس، ممكن اطلع على ستاندرد ديفيشن واعمل مينيمايزيشن لهدول. يعني ممكن اعمل مينيمايزيشن للفيرينس، التغير بينهم. اجي اقول انا بدي اخلي الاختلاف بين الافرج ويتنج تايم للباسنجرز اقل ما يمكن، ما يكون في ناس يستنوا فتره طويله وناس يستنوا فتره قصيره جدا. بدي اخر شوي هدول اللي بيستنوا فتره قليله جدا على اساس اساعد الناس اللي بيستنوا فتره طويله جدا. اوكي، هاي فانكشن ثانيه.